مرحبا يا مو. أهلين. شلونك مرت عمي؟ منيحة. شو بدك تساوينا غدا اليوم يا مو؟ ما رح ساوي شي، عنا أكل من مبارح حرام ما ناكله. رح ساوي قدامهم لقمة فتوش. فتوش يا مو؟ إيه، شو بالفتوش؟ مو عاجبك ولا مو من مقامك؟ لا يا مو، نعمة كريم، الله يسلم دياتك. فتوش؟ بدك تغدينا فتوش؟ نعمة كريم يا بي. لك قبل ما قلنا شي نعمة كريم، الله لا يحرم من نعمة لحدا. بس بما اني تعمل طبخة محرزة، عنده ضيف اليوم بالبيت. لك مرتك مو عنا؟ عنا يا بي، بس يمكن ما لها فاضي. ليش ابي ما لها فاضي؟ ليش؟ شو عندها شغل؟ شو في وراها؟ قال يمكن تعزل البيت. ايوه ابي، نحن ما بنتعب على امك، روح نطلع عند اللحام، وصي على كليين لحمه بالصينيه وحطهم بالفرن. روح. امرك يا بي امرك.